No, it is very bad. What's this? You. Where is the Kamal? Where's Kamal? I need him now. Now. Okay. Now! Okay. Wait, wait. Yes. What? Kill him. I see. Kill him. Go out! Okay. Go out! Go out! Go out! عشان تعرف كلامي لما بقول لك يا اخي ما تستعجل وتقدم القضيه للنيابه. لكن سعادتك مقدم كرم الله بيقول خليك من المقدم كرم الله، دي اوراق سريه جدا فيها مستندات مهمه جدا ما يطلع عليها اي زول. واخبار المنظمه الاجنبيه؟ انت سمعت بسودانه المؤامره؟ دي في زمن الاستعمار. لا ده كان سودانه الوظائف. يا سيدي في الأوراق دي حتلقى سودنة المؤامرة وحتلقى سودنة الخيانة، كله حتلقاه هنا. بس انت اعمل همتك ويتحرى مظبوط ويطلع على الأوراق دي بشكل دقيق. مؤامرة وخيانة؟ ايوه وفي الأوراق دي. بس انت اقرا بمهلة وتحرى بدقة واسرع. حاضر سعادتك. ماشي وين؟ ماشي الشغل يا ماما. هو انت اشتغلتي وانا ما عارفه؟ انا اشتغلت من اول يوم دخلت فيه الجامعه. لو انت فاكره انه الفوضى اللي انت بتعملي فيها دي شغل فده ما شغل. كلمتك خلاص مش؟ كلمني. اسمعي يا بت، انت الليله بالذات لازم تكوني موجوده. لازم؟ وليه لازم؟ لان العريس وابوه جايين يشوفوكي. عريس؟ هم لسه ما شافوني؟ مساكين والله. يا بيتي العريس ده حيجي وخالد ذاته حيكون موجود. عن اذنك يا ماما خلي خاله هو يجي يشوفني. يا بيت انا بتكلم معاك. يا ماما انا لازم اشوض الخرط دي وحاجي راجعه. اوعك تتاخري.
حاضر حاضر يا ماما، حاضر يا ام العروس. كده يقول ابوك ده ما تهسي. انت مش قلت لي قال لك انه تعبان؟ الرفاعي عايزك تستعجل عشان تجي، وانت اساسا حجزت وقايم في اليومين الجايين دي. بعد العمر ده كله يا زول ارجع شوف ابوك وتعال راجع. والغربه والامال الاراض والتخطيط للمستقبل بعد ده كله ارجع؟ لا لا يا سعد لا. الله معناته انت ما عايز تسافر؟ جبوري ازيك يا اخي؟ توصل عليك بس جبوري. عبدو مالك ما بتسلم؟ وانا ما سلمت عليك؟ وانا شفتك الليله غير هسي جبوري. قالوا لي مسافر. انا؟ هاي سعاد قالت لي انت زهقت من البلد دي خالص. شايف يا سعد؟ شايف المره دي؟ ده كلام نسوان ساكت يا جابر، سيبك منه. ده كلام عصام نسيبك برضه. شوف لا سعاد لا عصام لا اي زول، انت عليك بكلام مرتك وبس. دنيا؟ دنيا برضه قالت كده. يا ابن ادم يا اخي حرام عليك، انت انسان ما فيك خير كله كله؟ دي اهانه. انا حاشتكيك. انت مش سمعت كلامه ده يا جابر؟ السلام عليكم، أنا ماشي. يلا يلا جبان. تعالي الأوراق دي بتأكد إن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. يا سديم يا سديم يا سيد. تمام سعادتك. الله مشيت بقى؟ والله خلاص سعيد خلاك. سعيد؟ لا خلاص نقول بيت سعيد. سيادتك نحن شغلنا ده ما بتحمل العواطف. لا يا سيادة الرئيس بتحمل يا أخي بتحمل، لأننا بشر وزي الناس. في الحقيقة هدى مشغولة بحاجات تانية وأنا مشغول بسعيد وبس. سعيد تعرف سعيد ده بقى هو الحصان الرابح في المسألة دي كلها. لكن اختفى سعيد، لا في الخرطوم ولا في المدن الرئيسية. مشى وين يعني؟ ده المحيرني وما قادر ألقى له جواب. وينك يا سعيد؟ وين؟ يا خالو. اه بنت اختي في حاجة؟ يا بنت ليه ما الليلة ما غيرتي هدومك دي ليه؟ لا لا كده كفاية يا ماما. اهلا يا خالو، ولا اقول يا خال؟ يا بنت هي قومي غيري الهدوم بتاعتك دي هسا، الناس دي مواعيدهم قربت. ما قلت لي يا خال العريس اسمه منو؟
لما انت عارف تتكلم معي كويس وتعرف انه انا داير مصلحتك لو كنت داير حكلمك باسمه حسبه نسبه جاهه. لا 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 خلاص كفايه. تعالي يا خلاص اقول لجاب خالي اصله جيب التبوه. اهنيك يا خالي على الاستنتاج العظيم ده. كبير؟ لا لا ده ولد صغير بس هو ما جاء معانا. ليه؟ بتحاول تمرق من الباب لكن الصحة تحسن لك حتجي. وين العروس؟ الأمورة دي ولا دي؟ دي 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 دي, دي, دي. أي واحد يا أبوي ما مشكلة ما مشكلة كل واحد. أهلا وسهلا أهلا بيكم. يلا يا عبد العاطي احنا مستعجلين جدا بس تشربوا العصير والشاي بالنور. دي شكليات. انا راجل عملي بعرف واحد زائد اربعة يساوي خمسة. امسك لي امسك لي واقطعني. بس انا اقطعني ده مثلا ما لك انت. عموما نحن موافقين مع اي واحده من الاثنين وانا حابقى معاها الهجرات فورا. ما تندهش يا دكتور كمان افتكر انه انا زيك ولا انت بشك في كده؟ ابدا بس لكن يا اخي كفايه هذه يا اخي انت جاي من مشوار بعيد ومرهق وانا ذاتي مرهق. غير ملابسك دي والبس لك ملابس نوم. وانا اقول لك مقترح نحن بنجيب العشاء يا اتم. انا سوداني ما كفايه؟ كفايه بس انا لازم اعرف عنك اي حاجه والا كمان يا دكتور لو عتبت الباب ده وانا ما معاك حتموت. اموت بالضبط كده وانا عشان اطمنك واريحك. بابي رايد على الدين صديق محمد موسى ودفعة عز الدين اظنك بتعرف. ان شاء الله تكون اطمئنين. ايوه ايوه بس لكن يعني نحن عارفين كل حاجه عنك وعنه. الحمد لله على السلامه. انت يا دكتور كتب لي عمر جديد. ده العريس. هاي ده انا. ايوه ده اصغر واحد في الاولاد. هو تاني في زيه؟ ولو عاوزين أخوه للتانية ما مشكلة
احنا بنشتري نسب. نحن ما بضاعة معلقين في دكان الخال. يا بنت عيب. يلا جوا يا اخلاص. يا بنت انت عليك بنفسك بس. مالك دخل باخلاص لو انت ما موافقة. كيف يعني يا عبد العاقل؟ بنتكم بترفض ولا تقلق؟ هي ما عارفة انا منو؟ انا ابوي مشهور في السوق. بقول لها مليلة. مليلة؟ يا ولد عيب. مليلة في عينك. أنا ملينا؟ ملينا قريش يورو دولار. يلا إحنا ما عاوزين. يلا برا. نحن انصرفنا يا عبد العاقل. ولا يهمك. إيش صغير وما عارف وضحها زين. سناء وبعدين سكتي ما تقولي حاجة. ولا تقول ولا تعيد. نحن خلاص. أنت عاد ماذا يا بالله؟ يلا يا ولد. أبوي قلت لك تعالى ما تقول لي يا ولد. قوم يا ابني تعالى. أبوي قلت لك ما تقول لي يا ولد. يا ولد قوم أنا. أنا. أنتوا بترفضوا ودى الترس. ترس عجلة. ترس عجلة ولا المجنون. برا. أنا جبتها لنفسك. شفتي؟ سمعت لي أخي. لا كمان يا عبد العاطي أنت كمان بالغت يا أخي. جيب لي حاجة معقولة كدي. أهو طار خلاص. ده يا خال؟ وهي لاقية؟ بلال اشرب 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 هاك. كفايه يا ولدي كفايه. كفاك شنو يا عم بلال؟ المصارين يتمنن والبطن البطن تقلى التب. انت ما سمعت المثل بيقول شنو؟ شن قال يا ولدي؟ قال لك كان احمر كف تسعه وكان ابيض اسكت كف. لكن انا كان سكت البطن ما بتشق علي يا جابر يا ولدي. جابر شنو يا عم بلال؟ انا الرفاعي انا الرفاعي. لكن ما تشفق يا عم بلال. جابر بيجي. قلت شنو؟ قلت لك هاك اشرب. هدى. يا استاذ اهلا الراي العز الدين. تفضل مساعد. ان شاء الله يا رب. أه. ما في خبر؟ اخبار. طيب ما تقول منتظر شنو؟ لكن ما شاء الله المدرسة بقت حاجة رهيبة. ولسه انت حتشوف. تاني برضو حاشوف أكتر من كده؟ لسه احنا فضلنا لما نظبط الساحات الخارجية. يا سلام. اها وتاني حتعمل شنو؟ وحنبني مسرح. وعندنا ناس زهور اتفقنا مع بتاع مشتل حنجيب الشتور حنوزعها للمدرسة. حنوزع الزهور والمدرسة حتقبل أجمل مما يكون. انت برضو بتحبي الورود والزهور زي سعيد؟ انت عارف؟ بابا هو اللي علمني أحب الزهور وأحب الورود وأحب الناس وأحب الحياة كمان. هنلقاه إن شاء الله. لكن بابا وين؟ هيتزق. في أخبار صبح هتعرفيها قريب. أنا جبت لكم معاي وجبة نادي البنات وتعالي. خلاص يلا يلا لا نتقدم. Thank you.
كمال يا دكتور. دكتور انت لسه نايم وبملابسك كمان؟ قوم قوم اتحرك. انت لازم اشيل. انا جهزت اي حاجه، حتى الجوازات جهزتها، حنسافر هسه. يعني حنرجع السودان؟ في اجمل من انك ترجع بلدك؟ قوم قوم البس هدومك وتسوق وغير، قوم. يلا. انت اتصلت لواحد من الجماعه دي؟ اتكلم ما تضيع وقتي. اي. وسط اعصابنا يا اخي. اسمع البلد دي نقط ما مضمونه. هات بس خلينا نتخارج، خد البويه دي رح. ركلي يا دكتور يلا رح. اسمع هاي الوضع هنا اصبح خطر جدا. نحن لازم نطلع من هنا جدا. ده الو. ايوه شنو؟ خلاص اوكي 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 اوكي. اسمع هاي دايرك تطلع بهدوء وما تتلفت وراك خالص. معقول؟ حاضر يلا حاضر. سعيد يصحى لأنه أصبح الحلقة الأخيرة في أغرب سلسلة لقضية السودان. وصقر الجديان؟ لا صقر الجديان صادي ومعه قصيد سمين جدا جدا. المعلومات دي على فكرة وصلت امبارح. لا بعد يبقى ما باقي غير سعيد. عز الدين عباس حاول ينتحر. أيوة حاول لكن لحقوه وهو الآن في المستشفى. يا عز الدين انا ما عايز حاجه زي دي تتكرر مع سليمان او حتى مع عباس نفسه. عباس مشبث بالحياه اكثر من سليمان. الياس يا اخي الياس واكتشاف الحقيقه المره. الناس ديل كانوا مغشوشين بشويه قروش في البنك وجوازات وصدقوا انهم ممكن يخلوهم كانهم منهم واحد فيهم. غبي دكتور وموهوب بخلوه يتابعوا شنو؟ اذا كان هم نفسهم منقسمين يتابعوا ليه؟ القروش القروش والطمع يا اخي الطمع كمان. عز الدين انا عايز سعيد يظهر قبل ما تتقدم القضيه دي وتفتحها مع المحكمه. عايزك تقلب السودان ده كله على سعيد قبل ما القضيه تتقدم للمحكمه يا عز الدين. حاضر سعادتك. وبعدين يا عز الدين قلل يا اخي من زياراتك لمدير المدرسه. ما تستعجل يا اخي. حاول ساعدتك. ناديتك عشان توريني غلطان منه. لا بالعكس انا ناديتك عشان تعرف الشيطان اللي انا متزوجك. يا اخي تشتكي لي ليه رجاليه؟ هي يا اخي انت عامل شنو؟ اذا كان انت ما دار تسمع وابوها ما دار يسمع يا اقول لك كلام؟ هل بده طلقها؟ طلقها؟ هاي طلقها؟ والله بعد الفضيحه اللي عملتها دي الا عمر مطه مرمطه عمره ما سمعتها. والله العظيم والله تيجي تقعد لي كده عيني دي. لا انت اول كنت ناسي؟ نسيت؟ ها؟ ها قبل ما كنت واعي؟ ليه؟ لا في زول ضربك على ايدك قال لك اتزوجها؟ ابوها؟ ابوها؟ ايوه ابوها كان السبب. ابوها ده الناس كلهم عارفينه شنو وانت بالذات عارفه كويس جدا. لا بس يعني لا لا ما بس شوف يا جابر
نحن نصل رئيس الجالية نشوف فهم في الموضوع ده شنو. يا ربي قالت لي رئيس الجالية شنو؟ انا لازم امشي اجيب بنتي. بنتي قاعدة مع سوداني ما مغرب يا راجل. انت ما بتحس؟ بنتي طلعت منك تبكي وتشكي. خليها بترجع. ترجع؟ والله ما خاتي عليك. كان قلت لك انت بيحتني. اذا بيبيع جناو الا ظروف. ظروف؟ ظروف شنو تخليك ترميها الرمية دي؟ اقول لهم امي وابوي شنو؟ اقول لهم عرس بنتي لزور طالب قروش؟ ما انت السبب. انا السبب؟ حياتي كلها رحلات. عايز تسافري يوم في لندن يوم في باريس يوم في طوكيو. انت السبب. هو يا راجل هو انا حامش اجيب بنتي. حامشي حامشي حامشي. لو طلعت من البيت ده كان ما ترجعي. وده بيت ده دي جهنم. انا بمشي وبمشي اجيب بنتي. كابوس الحمد لله رب العالمين. عارف انا ما حسيت بالامان الا لما ركبت الطياره. لحسن حظك كمان الطياره كلها سودانيين. الكابتن المضيفين الركاب كله سوداني. يعني حرصك في نفس المواعيد؟ طبعا يا استاذ. انت ما عارف روحك راكب يا خطوط. ذاتي انت بالذات. يا جماعه ممكن تسكتوا عشان انا اقدر اسمع. حاضر سكتنا. انا عاوزكم تفهموا انكم انتوا هنا بغربه ولازم نحترم غربتنا دي. اذا عرفتوا حجم المشاكل اللي قاعده تجيني انا هنا وقاعد احلها. مشكلتكم دي بالنسبه للمشاكل اللي قاعده تجيني تعتبر لا شيء. ده مجرد سوء فهم يا سعاد. لا دي مشكله ومشكله كبيره كمان. ارجوك خليني اكمل. انت ما عندك ذنب. ما خلاص القدر وقع وبقيتي زوجته. انا ما انظر ما اوزوج. يا سعاد يا اختي يا سعاد يا بنتك دي تسكت يا انا حضطر انفض نفسي من الموضوع ده خالص. اسكت ساي وما تتكلمي تاني. اما انت يا جابر من البدايه ركبت في السكه الخطا. كيف ترضي نفسك بانك ترتبط بانسانه لمجرد سداد دين وقع بينك وبين ابوها؟
الدار منو. الحمد لله على السلامة يا دكتور، بركة رجعت بلدك ثاني. الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. انت بالمناسبة مرقت من موت محقق. والله الحمد لله، ده بفضل الله وبفضلك انت كمان. شكرا يا دكتور، ده شغلنا نحن ما عملنا حاجة. بس معلش يا بس عندنا شوية اجراءات وبعدين حنمشي. ليش ده؟ تفضل. انا ما كويس كنت عاوز دكتور يا جماعه، عاوز دكتور ساعه. ساعه تمام، انا انتظر الدكتور ان شاء الله يا عباس. طيب ممكن امشي الحمام؟ جدا تفضل. والله اقول لك سيبت الحمام، حانتظر الدكتور. يا دكتور انت وين يا دكتور؟ لسه بيجي يا رب. سبحان الله يا سعيد، ما تغيرت يا خليفتك والله. دحوش ابوك حسين. يا سعيد بعد ما اكلت تمام اشرب المويه البارده دي. هاك يا سعدي، مالك فتره كده وسرحان يا سعيد يا اخوي؟ ليلى وين؟ ها؟ لا مش ليلى، هدى. ليلى من؟ انا الرفاعي، الرفاعي ولد المجذوبة حسين. المجذوب الشاعر ده؟ الشاعر المجذوب ابوي، ابوي انا. انا منو؟ انت سعيد حسين سعيد. واخوك سعد وين؟ ولا نسيته؟ لا انا دكتور سعيد حسين سعيد. ثلاثة دكتوراه في امراض الانسانية.
الحمد لله اللي ذكرتها. انت كنت وين؟ الناس لا تحل قلب عليك الواطة، لف عليك شرق وغرب شمال وجنوب، اجابك هنا منو؟ كيف اذكرني؟ قلت لي انت منو؟ انا الرفاعي يا سعيد. مالك؟ انا الرفاعي ولد المجذوبة حسين، الا ابوي الاول وابو حسين الثاني. لا نحن الاول. الاول نحن. قلت لك نحن الاول. نحن اصحاب حضارة وقدمت الكثير. حضارة شنو؟ انا الرفاعي ما عرفتني؟ عرفتك. انا منو؟ الرفاعي قبال الطير.